السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة في قناة أبو زين جيم؟ وحشني جدا جدا، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة برضه مكملين في سيرفر فريدم، أجمل سيرفر 3 دي بكل حاجات جديدة بكل الأرشيفات. بس أنا معاك دايما اشترك للقناة وتفعل الجرس عشان مني كل جديد على قناة أبو زين جيم. يلا بينا، كل متابعينا هيتصوروا دلوقتي، إحنا بنتصور كلنا أهو زي ما أنتم شايفين حبايبي وإخواتي. طبعا الناس كلها محترمة وبيطلعوا معاه الفيديو، حتى الجيم قاعد لو في أي حاجة بتكلمه وتواصل معاه، أي حاجة في اللعبة بتتكلم معاه هو بيحل لك. الناس محترمة موجودة 24 ساعة، الناس ما يعني كل حاجة بتحل وتعمل زي ما انتم شايفين. سيرفر جامد جدا، النهاردة هنعمل فيديو ازاي تفتح أرشيف الوريور مع أبو زيد. يلا بينا على بركة الله، نقول باي باي بقى لكل متابعيني. يلا نعمل باي باي، باي باي لليوتيوب، يلا نعمل باي باي، باي باي للجي ام كله اهو. حبايبي واخواتي زي ما انتم شايفين، كل ما هو يكتب اسمه في الكومنت عشان يعرف اللي هو نزل، زي ما انتم شايفين حاجه روعه والله، سيرفر جميل جدا. يلا بينا على بركه الله اهو، نقفل بقى ونلعب بده، بس هنقفل ده عشان الفريمات والكلام ده. يلا بينا بقى ننفع يلا بقى نقول للناس ده انا ابو زين اهو. يلا بينا، ده مكان زي ما انتم شايفين كده، ده مكان الارشيف. طبعا في ناس ممكن مش تلاقيه او تلاقيه، ده جانجو لتشي زي ما انتم شايفين، ده بيجيب الاصطفه من هنا. هنا كل حاجه، هنا لو عايز تهنت الكلام ده، عايز تخش الشوب اللي هو فيه كل حاجه، لو عايز بقى تتواصل كل حاجه هنا باسعارها زي ما انتم شايفين. هنا الاسعار اول حاجه، كل اسعار زي ما انتم شايفين اهو. لو عايز تتواصل مع الجي ام بتتواصل معاه، هو حاطط كل البيانات اهو، البوكس شغال بتاع الهدايا. يلا بقى نيجي نفتح كده ارشيف، ارشيف بيتفتح ب 300,000 سي بي اس، كل واحد بيتفتح اهو. ده الارشيف الاوريو اول حاجه بيتفتح اهو، فتحت اول واحد بكل سهوله، انا بس بوري الناس. وتاني واحد اهو، وتالت واحد اهو، بس انا اعرف ايه اهو. ارشيف جامد جدا كله فتح اهو، طبعا بتبدا تفكسده اهو. طبعا كل ارشيف وليه وضعه، هقول لكم حاجه ممكن كده حاجه تشتريها من الشوب عادي موجوده. طبعا اخر حاجه هو ايه، ارشيف ووريور، ده تبع ارشيف الوريور اهو. او الكروش ده هو اللي صح اهو كده هنا، وتعمل ابديت بيعمل اربعه. طبعا لو اشتريت هشتري واقفله وكل حاجه زي ما انتم شايفين اهو، بقيت ووريور بكل سهوله. طبعا تروح تجيب الصفه اهي، الصفه ده كلها بتيجي من هنا. انا جبت ايه، نجيب السلاحين، فين السلاحين، فين ووريور اهو. طبعا هو بيعوز نجوم، نجوم سهلة جدا اهو. نجيب اللي هنا للصفة كاملة اهي، الفانة والتاور، الجيم موجودة 24 ساعة زي ما انتم شايفين اهو، كل حاجة موجودة في السيرفر سهلة، مش صعبة قوي لو انت لعبت زي ما انت شايف كده اهو. مكان الهانت واحد واثنين وثلاثة زي ما انتم شايفين اهو اهو، كل حاجة بقت سهلة اهو. بص يا جماعه، يعني اقسم بالله بقى روعه. بص سبيس شغال 500,000 300,000، سبت ارشر هنا اتجمع، الايفنتات اللي شغاله موجوده اهو. سيرفر بالصلاه على النبي بقى، ناس مليانه كتير جدا الحمد لله يعني اهو. حتى بتجمع هنا ناس قاعده بتبيع تشتري هنا، كوست السكن زي ما انتم شايفين اهو، قصدي كوست الفاي بيلا 4، كنت عامل فيديو قبل كده عليه. الايفنتات كلها شغاله، بص يا جماعه قد ايه، عشان الناس تقدر تلعب 24 ساعه شغاله اهو، حتى شغاله هنا على طول. هنا بتاع البوينت زي ما انتم شايفين، ده البوينت اونلاين بيجيب منه سي بي اس برضك وحاجات، وهنا اهو 6 سي بي اس 100,000. هنا موجود على طول شغال توبات، توبات شغاله على طول، بصوا توبات شغاله على طول. طبعا هطلع بسرعه عشان ما اموتش اهو. سيرفر جامد جدا يا جماعه،
طبعا انا مش هقفل الارشيف بقى، طبعا الارشيف عظي. انا بالنسبه لي عشان اصور هقفله بسرعه، انا بقول بس للناس كل حاجه بقى بتيجي من هنا، هنخش هنا بسرعه. تمام، زي ما انتم شايفين كده كل حاجه موجوده اهي، ده شوب موجود فيه كل حاجه تشتريها بسي بي اس، كل حاجه عن رونات واللي هو البوكت، اللي هي البوكت باور برضو اللي انت بتفتحه، وهنا الليفل والجيمات، ولو انا عايز كده باور ومانا. هنا اللبس الاسطوري موجود اهو، اهو الحاجه اللي بتدرب على اللبس الاسطوري ده جيرمانات لوحدها، لها سعر معين بس جامده، جيرمانات وحاجات ولبس. دي الجيرمانات العاديه موجوده اهي برضو اللي مش قادر عليها 100000، الجيمات اللي هي الجيرمانات الكبيره، طبعا الحاجات اللي انا شرحت عليها قبل كده. ده الانامات موجوده اهي، من اول واحد لاثنين لثلاثه، طبعا مش هتلاقي الناس اوفر قوي، ده بكبيرهم اول واحد. اكبر واحد فيه 16 اهو، كل حاجه موجوده هنا بقى زي ما انتم شايفين عن الارشيف اهو. حتى ده بتيجي تفتح بتاع ام مليون دي، اعرف ايه انت ونصيبك بقى، ممكن تديك واحده على التكات. التكات بص حتى في الباور بتاعها اهو، طبعا عملت كده مثلا تروح مع مرقيها مثلا كده اهو، تلاقي واحده مثلا دي اهي هتترقى معاك بكل سهوله. حتى اجيب ايبك اهو، يعني مش بتاثر معاك اهي شغاله. طبعا لو عايز تقفلها مع الوقت هتقفلها، طبعا انا هفضلها. ده مكان بيغير المناخ زي ما انا قلت لكم، طبعا الحاجات دي معروفه. ده اللي عايز تقفل باور، حتى السيرفر جامد جدا، تطلع بقى نروح التاون زي ما انتم شايفين. ده سيرفرنا، ابصوا يا جماعه حتى الورر ده مش مقفل اي حاجه، بس اقسم بالله بيقتلني فعليا. يعني هو سرعته مع مقفل طبعا الحاجات دي طبعا، ومش بص البوينت بتاعه مش عالي. انا ما 5 و7 و6 وبيلعب مع الناس، والله ماسكني ما هو فرتكني وانا لابس مقفل كل حاجه. مش شرط يعني، انت فعلا بتقدر تلعب حسب برضو كل محترف في السيرفر ده. سيرفر زمان فريب دام 3 دي، مستنيكو مع ابو زين فيديو جديد عن السيرفر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.